إن شاء الله نبدأ النهاردة مع بعض ونكمل المحاضرة رقم 5 برنامج 7000، معذرة بإني محدثش الأسبوع اللي فات كله. إن شاء الله النهاردة هنشتغل في بلاطات سود سلاب. كل الناس بعد إذنك تركز معايا دلوقتي. إن شاء الله عامل استيراد نبدأ نشتغل عليه. هو نفس الرقم بتاع المرة اللي فاتت، لأن للأسف ما كنتش فاضي أعمل أي شغل تاني. كنت طلبت من الناس تعمل تقسيمة لقطعة أرض كانت مساحتها عبارة عن 8.5 × 12 متر كالسيستم المنشأ بتاعنا. شغال عند حضرتك دلوقتي. كده الصوت واضح. نستخدم ده كل الأبعاد عشان الرسم يكون باين شوية. هو ده البلان بتاعنا لو كده واضح أكتر.
زي ما واضح هنا العملية دي ما كده الله نظر عن اتجاه الأعمدة في البلاد اللي بين قدام بقول لحضرتك بغض النظر عن اتجاه الأعمدة في كل المقصود هو مكان وجود الأعمدة بس تمام عايز أوضح الأبعاد زي ما
حضن حضراتكم. ان انا شغلي دلوقتي في الاكس واي بلان، الصوت واضح كده. الصوت واضح. حد سمعني؟ يا رب يا رب. زي ما قلنا احنا شغالين بلان. اول حاجة هنبدأ هو اننا هنعرف الجريدات اتجاه محور اكس باتجاه محور واي، تمام. الجريدات بتاعتنا هتكون كالتالي: بالنسبة لمحور واي هيبقى عندي جريد في اتجاه محور صفر، عفوا عندي جريد عندي إحداثي صفر، وبعد كده عن إحداثي واحد، وبعد كده أربعة، وبعدين هنا سبعة،
وكده ده هنا عند 12. يبقى عند 0 1 و4 و8 و12. الصوت واضح؟ يبقى الجلد في اتجاه محور واي، تكون عند 0 1 4 8 10. الاستاتيك السيستم بتاعي هيكون زي ما قلت لحضراتكم، دي عبارة عن كاميرا كونتينوس ويز كنتريفر، وهنا كاميرا سيمبل ويز كنتريفر. ودي كاميرا سيمبل ويز كنتريفر، كاميرا كونتينوس فيز كانتليفر. أما دي فهتكون كاميرا كونتينوس مرتكزة كلها على كانتليفر. عشان نوضح الكاميرات خليها عبارة عن خطين اتنين، ده الاستاتيك سيستم بتاعي دلوقتي. دي كاميرا سامبل مرتكزة على عمودين، كاميرا كونتينوس مرتكزة على أعمدة، وفي النهاية كانتليفر. ليه أنا عملت دي كده؟ لأن الكاميرا دي هي رئيسية ودي ثانوية، دي محملة على دي، كذلك هنا بالظبط. بس ممكن محطش في لك ولا كاميرا خالص، تبقى دي عبارة عن بلاطة بس مفيش أي كاميرات. في الحالة دي الكاميرا الرئيسية هي الكاميرا الأساسية، والكاميرا الأفقية هي الكاميرا الثانوية. الكاميرا الأفقية هنا هي الرئيسية، والكاميرا الرئيسية هي الثانوية. تمام كده لكل الناس. يبقى احنا كده انتهينا من كده في اتجاه الحرايق،
عايزين نعرف جردات اتجاه محور الاكس. وعندي في اتجاه حراي ده كنا ناسينه، ده علشان القمر السنة الزاوية دي اللي هي تخدم المنور والمطبخ واحد وده أربعة أربعة يبقى دي الجريدات بتاعتي عند الإكس والواي. هنبدأ دلوقتي نعمل ران لبرنامج ساب. زي ما اتفقنا أول حاجة وحدتنا طلعنا متر سيلسيوس من فايل نيو موديل بلانك ويندو في الشاشة وهشتغل في التانية. كليك يمين في أي مكان في الشاشة واختار Edit Grid Data، بعدين أعمل Modify، دخل إحداثياتي في اتجاه محور X عند الصفر والواحد ونص وأربعة وأربعة ونص وستة تمانية ونص، إحداثياتي في اتجاه محور Y عند الصفر. عند الأربعة بعدين تمانية بعدين اتناشر، قلنا لازم يكون في اتجاه محور زد على الأقل
احداث واحد هنحطه صفر اونلاين. طيب هنخليها برايمري وهنعمل سول كل الجريدات الفيزابيلتي وندوس اوكي. اوكي هنستعرف الاكس واي بلان كده وضحت قدامنا الجريدات بتاعتي. هنبدأ دلوقتي نرسم إن شاء الله. من كويك درو فريم إيليمنت نخليها من دروف على طول. في عندنا هنا كمان تمام. في عندي هنا كاميرا وفي فوق كاميرا. بعدين عندي كاميرا هنا كاميرا هنا. في جريدين اتنين احنا الأولاني في اتجاه محور واي عندي احداث 11 والتاني بتاع كاميرا السلم عند في اتجاه محور اكس عندي احداثي خمسة ونص. فهنرجع دبل كليك على الجريدات هاجي هنا وأعمل إحداثي 5.5 وهاجي هنا أعمل إحداثي 11. أوكي كده وضحت دلوقتي. أرسم لهنا وبعدين أرسم أعتقد أن ده دلوقتي هو البلان بتاعي واضحة كده مع كل الناس. هو ده البلان بتاعي ده السلم وبعدين بيه الصالة وبعدين بلكونة. هذا السلم صالة بلكونة أخيرا عندي أوضة كمان وبعدين حمام ومطبخ ومنور. هنعمل تعريف للماتريال موديفاي ل 4000 بي اس اي نخليها كونكريت
مليون تويتر خليتنا مصطنع مثل المقعد. ينقص مدرسة 2.2 من 10 10 أس 6 طن مثل المسطح. أوكي define section الفريم سيكشن، هعمل موديفاي السكشن اللي موجود اخليه كونكريت. للأسف ده اي سكشن مش هينفعنا. انا مش شايف اي اسئله من اي حد، فده معناه حاجه من اتنين، يا اما او خليها ثلاثة افضل، يا اما مفيش حد متابع معايا اصلا، يا اما اللي متابع فاهم يا اما مش فاهم. عامه ان شاء الله انا هحاول اخلص صوت السلاب النهارده كله، ولو حد فات اي حاجه ممكن يتابع المحاضره المتسجله. هحاول دلوقتي أد نيو بروبرتي، أختار كونكريت ريكتانجلر، هسميه قطاع وليكن 120 × 600، الدبس بتاعي 60 سنتي، والويت بتاعي 12 سنتي، وأدوس أوكي. أو ممكن نخليه 15 سنتي أفضل، تبقى 150 × 600، وأدوس أوكي. هعمل all وال assign frame frame section، هختار 150 × 600. اوكي هعمل extrude view، شوف ال 3D ده الكاميرا بتاعتنا بتشتغل في ال XY2. هلغي الاكسترود فيو لان انا عندي هنا الكاميرات متكسره، مفروض الكاميرات بتاعتي تكون كلها متصله زي الكاميرا دي كده، وبعدين نعملها تكسير بعد كده في النهايه ان شاء الله. فهعمل اول من edit edit line join frame، واضح كده ان الكاميرات المتكسرة وصلت مع بعضها، وزي ما اتفقنا لو انا عايز احرر العزل في اي مكان هعمل ريليز عند المكان اللي عايز احرر عنده. فانا هعمل ريليز لكل الكاميرات في بدايتها ونهايتها. هعمل اول ومن الصين فريم ريليز، أعمل مومنت 3/3 من الستارت والإند وأدوس أوكي. تمام هلغي الشرينكج أهو، عامة كده كده يتلغي، وده ده مش شرينكج ده ريليز، هو إن شاء الله يتلغي لحد دلوقتي. عايزين دلوقتي نعمل تعريف للبلاطة، هنخلي البلاطة كلها 15 سنتي، رغم ان المفروض ان انا اعمل حساباتي للسرعة نخليها 15 سنتي. add new section خليه 150، 15 من 100 الدرس بتاعها في الممبرين والبندينج، مودس اوكي مودس اوكي. تاني علشان اعرف بلاطة ازاي بنعرفها، من define section vertices area section، واعمل add new section لو انا عايز اعمل section جديد، واخلي دي شل يعني بلاطة، وادوس اوكي. على كده هعمل draw
للشلات. فأنا دلوقتي عندي 3 طرق. الأولى كويك درو اريا اليمنت، ودرو ريكتانجلر اريا اليمنت، ودرو بولي اريا. درو كويك ده بيرسم بلاطة بنقطة واحدة. طبعا آسفين، اتحددت التحديدة دي تحديدة الكريدات، فأنا مش محتاجها. هنلغي الريز ثاني. أنا ممكن نرسم draw rectangular area element، بترسم بنقطتين 2، واحدة في البداية واحدة في النهاية. هكذا تمام. أما البولي إيريا فدي بترسم 4 نقط أو أكتر. دي منطقة سلم، إحنا مش محتاجين فيها أي بلقات، ولأني دوست إسكيب دوست إنتر فالأمر التاني أصلا ما ترسمش. ودي ممر، فنعمل أكسترود فيو للمنشأ كله. ده الأكسترود فيو بتاعي 3D كمان. تمام، هلغي الاكسترود فيو. دلوقتي احنا بنعمل تحليل للبلاطات باستخدام finite element. فالخطوات اللي بيشتغل بيها ال finite element من ضمنها ان انا اقسم العنصر بتاعي لأجزاء صغيرة عشان التعامل معاه يكون أفضل. أنا ممكن أعمل فيل أوبجكت عشان الأحمر بتاعي يبان، الأحمر ده بيدل على لون بلاطة. فدلوقتي أنا هعمل تقسيم على البلاطات بتاعتي. هقسم البلاطة بتاعتي نص متر في نص متر. هعمل تحديد القل، بعدين من edit edit area divide، اختار divide area نص في نص، بعد اختار رقم 2. كده واضح انها تقسمت معايا لأجزاء صغيرة نص في نص. أهم شيء عندي إن أنا يكون عندي continuity، أي اتصال بين البلاطة اللي فوق واللي تحت واليمين والشمال زي ما معانا هنا. هنلاقي الاتصال الخط من الأول لحد الآخر. تمام كده. بعد كده ممكن نعمل قول قالوا لنا ايه معانا كده. دي عبارة عن سبورة مثلا، انا عايز اعلقها من الركن ده والركن ده. تمام، لو انا حطيت هنا مسمار هتتعلق صح على المسمار ده، ولو حطيت هنا مسمار تاني اذا هتتعلق على المسمار ده برضه. طيب لو انا عامل هنا فتحة بس مش حاطط مسمار
يبقى هي مش هتتعلق من الجزء ده. ايه علاقة ده بالسلاسل الشغل اللي احنا شغالين بيه دلوقتي؟ انا عندي الكاميرا بتاعتي من الاول للاخر علشان اضمن تماسك البلاطة مع الكاميرات، لازم الكاميرات بتاعتي تتقسم نفس تقسيمة البلاطات. فأنا ممكن أعمل أول ومن إديت إديت لاين فريم بريك at intersection with selected joint frames area إلى آخره، وندوس أوكي. لو جيت علمت أي جزء في الكاميرا هلاقي الحتة اللي قصاد البلاطة اللي هي نص في نص بس هي اللي تحدد. تمام، دلوقتي بإذن الله هنبدأ نحط الأعمدة بتاعتنا. أول عمود فوق هنعرف الأعمدة بتاعتنا بجوينت نقط دروب سبيشال جوينت، هذا نقطة أو مش نعرف نقطة على حاجة. هنا عمود وهنا عمود وهنا عمود وهنا عمود وهنا عمود وهنا عمود وهنا 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 وفي هنا عمود. كده الأعمدة بتاعتي تقريبا كلها عندي 12 عمود. هنعدهم على البناء المعماري، أدا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد ما حددت أماكن الأعمدة هاجي من Assign Joint Restraints وأخليها Hinge Support وأدوس OK. أعرض 3D. لو جيت وضحت دي الركيزة بتاعتي اللي هو العمود اللي هشتغل عليه، يبقى دلوقتي احنا عملنا درو، رسمنا البلان بتاعنا، عرفنا القطاعات بتاعتنا، عملنا ريليز للكاميرات من نهايات، وبعد كده عملنا ديفايد للاريا، وبعد كده ديفاين فريمز، وعرفنا الركائز، ناقص خطوة تعريف الأحمال. طبعا الأحمال اللي أنا هعرفها هي أول حاجة اللايف لود والفلور كفر وحمل الحوائط على الكاميرات. تمام، فهاجي من define load better، فعندي added هسيبه واحد عشان يحسب وزن البلاطات وزن القمرات لوحده، وعندي live load تاني الطيب بتاعه live المالتيبلاير ويت صفر، بس add اوكي. عايزين نحسب حمل الحوائط، افتراض ان هو طوب خفيف، الكثافة بتاعته 850 كيلو جرام على متر مكعب. لو حسبناها الكثافة في عرض الحيطة، في ارتفاع الحيطة، ارتفاع الحيطة بتاعنا بيساوي ارتفاع الدور ناقص الدس بتاع الكاميرا. ارتفاع الدور وليكن 3 متر، ارتفاع الدور بتاعنا 3 متر، ودبس الكاميرا بيساوي 30 سم،
60 سنتي. نحن عندنا الاتش بتاعت الول بتساوي 3.6، دي هتساوي 2.4 متر. وقلنا إن الكثافة اللي هي وليكن غامة دي بتساوي 850 كيلو جرام على متر مكعب، تمام. الأون ويت بتاع الحيطة ده هيساوي الرقم اللي هي 850، هنخليها بالطن تبقى 85% مضروبة في ارتفاع الحيطة 2.4 مضروبة في عرض الطوبة اللي هو 12 سنتي. لو ضربنا ده كله ببعضه هتساوي، اشتغل على الكالكوليتر دلوقتي، سيسورس كالكوليتر 85 مضروبة في 0.12 مضروبة في 2.14 بتساوي وليكن 25% طن على المتر. خمسة وعشرين من مية طن على المتر الطولي ده وزن الحوائط. هنعرف ازاي؟ احنا ممكن نعمل قول كده، انا حددت بلاطات الحوائط، عذرا بلاطات وكمرات. طب انا عايز احد الكمرات بس، يعمل سلكت سلكت بروبرتس فريم سكشن 150 600 اوكي، ومن اساين فريم لود ديستريبيوتد عند حمل قيمته 25% طن على المتر الطولي، بعمل له اد او ريبليس مش تفرق، وهدوس اوكي. في ال 3D واضح الحمل بتاعي اتحط دلوقتي، اشتغل في ال XY بلانتين. قلنا ان الفلور كفر بتاعنا وليكن 150 كيلو جرام على المتر مسطح. لو عملنا اول او نرجع نفس الطريقة، سلكت سلكت بروبرتز فريم، لا سلكت سلكت بروبرتز اريس 150 اوكي، بعدين اعمل assign area load uniform، عندي قيمة الحمل بتاعي بتساوي 15% طن على المتر المسطح، وادوس اوكي. طبعا اللود باترن بتاعي كان dead. لو عملت previous selection assign area uniform، الحمل بتاعي في الحالة هيكون لايف 2.1 طن على متر مسطح، وأدوس أوكي. كده عرفت أحمالي وعرفت قاعاتي وعملت كل حاجة في المنشأ بتاعي، تمام. معايا يا جماعة سمعتوا البول ده؟ اللي اشتبه معايا يا ريت يضغط نعم.
تبقى معايا أربعة منهم اتنين أربعة مني كويس. طب اللي متابع فين؟ اللي فاهم يضغط نعم. فهم اثنين ثلاثة أربعة يعني تمام معايا هم الفاهمين منهم اثنين دعم فني واثنين حضور. هو عامة كده يعتبر تمثيل البلاط والصوت بتاعتي على برنامج السيب خلص. في حاجة تانية احنا ممكن نعملها؟ وزي ما خلصنا هنعمل فايل سيف اس أنا سيف على الديسكتوب وحنا على ريكو نسلاب وسيف بعدين هنتصرن في اف خمسة. قلنا ان الموديل ده ما بيهمناش فمش مهم نعمل له ران نرنيو. Analysis complete. لو حابين دلوقتي نقرا العزوم ولا أولا هنشوف الكاميرا بتاعتنا من select reverses frame section حدد الكاميرا بتاعتي ومن view show selection only. بعدين هعمل إظهار المتر التلاتة بتاعي 3D ده العزوم بتاعتي على الكاميرات. أعتقد إنها عزوم منطقية خالص ممكن نكبرها شوية خلينا نقول نص أوكي. العزم هنا ما قلبش الحمل بتاعي مش عالي في المنطقة دي ده أولا. ثانيا البحر ده مش كبير كام البحر ده كان في 2 متر 65 سنتي ده مش بحر كبير أصلا. البحر ده كبير يعمل العزم نيجاتيف هنا عالي الكانتليفر يعمل عزل نيجاتيف عالي العزل الموجة بتاعي مش هيقلب فيفضل العزل بتاعي كله فوق يعني تسليح القرار الكاميرا دي التسليح الأساسي يكون علوي تمام. عايزين دلوقتي فيو شغل اعمل اظهار واحد واحد مستوى الاكس واي بلان يبقى ده ام واحد واحد اللي هو في تيجي محور اكس يعني هسلح عليه حديد افقي بيبقى واضح قدامنا على
هاي خطوط كونتور دلوقتي؟ لا ازاي بنعمل تسريح؟ القانون بتاعنا بيقول ان تي اس هتساوي ام التمت في العشرة أس ستة على الفيلد في الجيف دي. الام التمت مش معلومة والاري اف مش معلومة، اما الفيلد بتاعتي في معلومة 360 ميجا باسكال، والجي بتساوي 8 من 10 او 826 من 1000 زي ما الزائد بتاعنا بيقول. هناخدها اعلى قيمة، ودي بتساوي تخانة البلاطة ناقص 20 سم ناقص 20 مللي. كده تاني مع بعض الـ RAS هتساوي M Ultimate في 10^6. ليه عملتها 10^6؟ عشان يبقى كل وحداتي ميجا باسكال أو نيوتن مليمتر مليمتر في دي في جي في دي. تمام، أنا شغال هنا طن. فبعد كده هنرجع نقسم على 10 عشان يبقى واضح معانا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقول ان الام التمت هتساوي RDS في field في جيفتي على 10^6. كده بتتحول معايا الـ M ultimate لنيوتن، أو عذرا لكيلو نيوتن لو قسمتها على 10^6. لو قمنا على 10^6 متر، هنفترض ان الاف بتاعتنا 6×10 في المتر. لو حسبنا مساحة الحديد بتاعنا السيخ اللي هو 3 رمية اللي هو في 10، مساحته بتبقى 78.5 مليمتر مربع. 78.5 مليمتر في 68 في 360 في جي بوينت 8 6. عندك دي قلنا هتبقى 130 مليمتر، نقسمها على 10^7. القيمة بتاعتنا هتساوي 1.35 مليمتر. ده طن في المتر، ده العرض بتاعي. فاحنا دلوقتي كل اللي هنعمله هنشوف اي مناطق في البلاطة دي مسيفة على 6×10. هعمل اظهار العزم تاني من الكونة بتاعتي دي، اضغط على الشيل، اخلي المينيمم رينج بتاعي يمكن ناقص 35%، وزائد 35% ده الماكس. فولس اوكي. هلاقي ابص تحت في الشريط بتاعي اكتر من 35، احسن 35% لونه ازرق.
والأقل من 65% بنفسك أو موف، وده مش موجود قدامي على البلاط بتاعي خالص. يبقى في اتجاه محور إكس الحديد كله مزيف 16. لو شفنا ام اتنين الحديد الرأسي وهنسيبه بنفس القيم، هنلاقي ان نصيف هو كمان يبقى أنا دلوقتي الغلطة بتاعتي ستة في عشرة في ال أنا عايز أسلم السلم بتاعها، أفك القفل، أرسم بلاطة هنا. هعمل لها برضه نص نص بالإيديت، إيديت أريا ديفايد نص في نص. أوكي السلم بتاعي عبارة عن قلبتين، هذا الأولى بتاعتي. نرجع تاني للزيت، تمام قلبتين مظبوط. القلب الأولى 4 متر والقلب التانية 4 متر، يبقى أنا عندي شوية دولت من جاية لازمة، بسطة متر وبسطة التانية متر. مش محتاج دول خالص، عندي واحدة من صوب دور وواحدة من صوب نص دور. مين اللي في منسوب الدور بقى؟ دي في منسوب الدور ودي في منسوب نص الدور. هاجي على دي وأعمل لها كوبي من إيديت أو كت على طول، وبعدين بيست في منسوب الزد اللي يساوي 1.5 متر، ودي هعمل لها كوبي ايديت كوبي وبعدين ايديت بيست في منسوب الزد يساوي 3 متر، وهدوس اوكي. على فكرة ممكن اشتغل كنترول سي وكنترول في على طول. لو شفت 3D هلاقي ده المنسوب بتاعي، ممكن أجيب بلاطة فيها البولينج دي كلها، انتر، طبعا الأحمر ده يبقى البلاطة بتاعتي اتجاهها مظبوط، إنما البنفسجي ده اتجاه مش مظبوط، فهنحدد عليها ونقص ساين اريا نقول ريفيرس لوكال 3. اوكي كده خلاص عملنا ريفيرس كده تمام. المفروض ان دي سبورت على العمود، دي كمان سبورت على العمود، ودي سبورت على العمود، انما دي سبورت على الكاميرا، فاحنا ممكن نخليها عمودية كمان.
مصانع جوينت سترينز هنج اوكي. البلاطة دي هعمل لها تقسيم نص نص. على فكرة ممكن مش لازم تكون نص نص، هو أهم حاجة عندي قلنا إن يكون في continuity يعني اتصال. يعني أنا عندي شرط إن الاتجاه القصير لازم يتقسم اتنين، أما الاتجاه الطويل فممكن نقسمه أي تقسيمة. إزاي نعمل دي؟ من add edit area divide، هعمل divide area into number 2 وخلي التاني وليكن 3. اوكي تمام كده. ممكن اعمل control z او undo previous selection يعني من edit edit area divide خليها 5. عايزين نحدد التانية دي edit edit area divide. عايزين نشوف لو احنا خلناها بس 30 اصحابات. اوكي اكس واي عشان نبين السلم كله ريفيو سيت سيتي كيو اكس واي بلان. اوكي طبعا دي مش تقسيمة مش مظبوطة خالص. كنترول زد ونحددها من edit divide عقل لي دي 5 ودي 2 ودوس اوكي. كده التقسيمة بتاعتنا تمام. start 3 دي كده السلم بتاعي اتعرف هو كمان. run اوكي. على فكرة ممكن نرسم كاميرا مقصرة مع السلم وده عادي خالص مفيش أي مشاكل. وده فورم تشيفو واضح كده مع الناس. ده فورم تشيف بتاعي ثواني وانا موت. تمام كده يا جماعة وضح تمثيل السلم على ساب. اللي فاهم من فضلك يكتب واحد. أنا شايف في ناس من الدعم الفني متابعة معانا، يا ترى دول متابعين عشان هم أصلا موجودين ولا هم مهندسين مدني؟ عامة كويس هم بيستفيدوا حتى لو مهمش أي علاقة بالشغل بتاعنا. يا رب الناس تكون فهمت اللي أنا شرحته دلوقتي. عايزين دلوقتي نعمل إظهار للرياكشن بتاعتنا. هعمل شوينت وعمل إظهار. بالمناسبة صحيح إحنا كل العزوم اللي أظهرناها دلوقتي كانت ناتجة من حالة تحميل ديد أو لايف بس. طيب هو أنا بشتغل تصميم على الديد بس أو لايف بس؟ طبعا ده مش مظبوط.
انما انا بشتغل التصميم بتاعي على التيمت اللي هو 1.5 تيد زائد اللايف. تمام. فعايزين نعمل الحالة اللي هي الالتيمت دي على برنامج الساب. هنفتح القفل بتاعنا عشان نبدأ نعدل في ملف من ديفاين. هلاقي عندي حاجة اسمها لود كومباينيشن، هعمل اد نيو كومبو هسميها ولتكن التيمت. حتى الديد بتاعتي السكيل فاكتور بتاعها هضربها في 1.5 واعمل لها اد، والسكيل فاكتور بتاع اللايف 1.5 واعمل لها اد وادوس اوكي، وتبقى دي الحالة الالتيمت بتاعتي. وابدأ اعمل رن تاني وادوس رن ناو. هعمل إظهار للشل M 1.1 نفس القيم بتاعتي وأدوس أوكي. طلعت عايزين نشتغل على الألتنت. في الحالة دي بدأ يبان عندي فوق الأعمدة، لو أوضحها في XY بلان هلاقي بان عندي فوق الأعمدة نقط بنفسجي، ده عزم نيجاتيف بس مش كبيرة خالص، دي قيم تهمل لأنها تقريبا في مساحة العمود بتاعي. لو شفنا ام 2 واضح دلوقتي ان النقط البنفسجي بدأت تبقى واضحة شوية. ففي الحالة دي احنا ممكن نحط وليكن 3 سيخ كمان فوق العمود هنا كحد اضافي، رغم ان محدش بيعملها، واعتقد ان كده برضو 6 في 10 موفية في الاتجاه التاني في النيجاتيف. شوفنا السلم، السلم بتاعي سيف. معظم الناس تعمل تصميم السلالم مانيوال، يبقى تفتحها عالي شوية غالبا تقريبا 7 في 12 في المتر عشان الديفليكشن بتاع السلالم والاستاتيكال سيستم بتاع السلم. أحيانا الناس ما بتظبطش تسليح السلالم والاستاتيكال سيستم، يعني في الأرياف تسليح السلالم حاجة بصراحة غبية أوي. دلوقتي عرفنا نعمل تعريف الأحمال، وعرفنا إزاي نعمل إظهار النتائج، وعرفنا إزاي نعمل الكومبو. هنعمل دلوقتي إظهار للرياكشنات لحد الألتيميت وأدوس أوكي. إكس واي الرياكشنات انا يهمني طبعا اف 3، هو ده اللي يهمني القيم الصحيحة اللي طلع قدامنا دي. ممكن نعمل تحديد للجوينت دي. احنا في الأول احنا عندنا 12 عمود، لو بصينا تحت هقولك 12 point selected. لو من view show selection only 3D display لو جينا عملنا edit change label، أول حاجة نقفل القفل، نفتح القفل بتاعنا
من edit change label الجوينت بتاعتي اللي هي selected البريفكس بتاعي هنسميه سي لو كولم next number واحد يبقى سي واحد مثلا والانكريمنت واحد يعني عند اللي هي الخطوة يبقى عند سي واحد وبعدين سي اتنين وبعدين سي تلاتة وادوس من edit auto label all list وادوس اوكي select one هنعمل ظهور الليبل بتاعت الجوينت لو قربنا هنلاقي عندي سي عشرة عشان نوضح الخط من اوبشن dimension and tolerance هنخلي وليكن maximum graphic font size 15 اوكي نخلي هنا مثلا 8 اوكي كده سمينا الأعمال بتاعتنا عشان تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشرة اتناشر لو عملت previous selection هعمل run الأول run now هعمل لها إظهار دي القيمة الزوم بتاعتي لو جينا من Analyze من أصلي من Display Show Table هعمل إظهار الرياكشنات لود التمت سيلكت لود باترن عند ديدو لايف لود كيس التمت هعمل اوكي ظهرت دلوقتي عايزين نعمل لها فلتر فورمات تيبل انا مش دلوقتي انا كل عايز يظهر عندي هو الجوينت نيم والاف 3 ده اللي عايز يظهر بس فاللي مش عايز يظهر اعمل فورمات تيبل مش عايز اظهر دي ولا كيس ولا اف واحد ولا اف اتنين ولا ام واحد ولا ام اتنين ولا ام تلاتة وادس اوكي ده اللي ظهر قدامي بعدين من فايل اكسبورت تو اكسل هصدره دلوقتي في ملف اكسل عشان ابدا اعمل تصميم الاعمده بعد كده تمام ده في الاكسل بتاعي فايل سيف واضح قدام دلوقتي أسيفه وليكن على الديسكتوب في السام برضو أسيفه امتداد إكسل 97.3 عشان يفتح على أي إكسل أسميه وليكن كولم رياكشن وتو سيف كده أكون أنا سيفته دم. تمام كده يا جماعة الناس فاهمة معايا دلوقتي لو جينا على الديسكتوب وفتحنا الساب في ملف الاكسل بتاعنا كولم رياكشن دي الرياكشنات بتاعتي وإن شاء الله استئن من المحاضرة اللي جاية أول حاجة هنعملها بإذن الله هنصمم الأعمدة دي وهنعرف إزاي نجهز ملف البلاطة على برنامج الكاد وبعدين نعمل لها استيراد على برنامج الساب ونعمل أناليسز للبلاطة. الصوت وصل وصل إن شاء الله كده نكون انتهينا من البلاط السود سلاب المرة الجاية بإذن الله هنكمل إزاي
نجهز بلاطة سوليد أو فلات أو أي نوع من البلاطات على برنامج الكاد، وهنعمل له استيراد للساب أو تصدير للساب، مش هتفرق. تمام، يا رب الناس اللي تكون سمعتني فهمتني، ويا رب يكون وقت انتم تضيعوه معايا ما يكونش بيضيع. تمام، الوقت اللي انتم تقضوه معايا ما يكونش بيضيع، ويكون الناس كلها تستفيد، وبالتوفيق ان شاء الله كل الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.